عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. النهارده هعمل لكم طريقه حلوه خالص، طريقه التورته الصيامي بطريقه سهله وجميله وسريعه جدا. هبدا معاكم على طول. انا عندي هنا نص كوبايه زيت وكوبايه لبن بتاع جوز هند، لبن جوز الهند، وكوبايه دي بالشكل ده، وعندي كوبايه سكر، يبقى كوبايه سكر وكوبايه دي وكوبايه لبن، نص زيت، ومعلقه واحده بس خل، معلقه اللي زي اللي بناكل بيها الرز كده، وعندي فانيليا، فانيليا العادية اللي هي الرشة الصغيرة، وعندي اللي هي البيكنج باودر تقريبا، دي مقدار معلقة كبيرة أو 16 جرام بالظبط، دي معلقة كبيرة اللي بناكل بيها الرز مقدار كده. هنبدأ على طول مع حضراتكم. أول حاجة هنحطها، عندي هنا كوباية اللبن بتاعتي بالشكل ده كده، جوز الهند، وأنا عامل فيديو ليه نزله لكم على القناة، اتفرجوا على الطريقة بتاعته. وده السكر بتاعنا، ازاي نعمل لبن جوز الهند، نزلته لكم على القناة. هندوب ده كويس خالص في الشكل الجميل ده كده، وبعد كده هنحط الزيت بتاعنا، نص اللي هي كوباية الزيت، كله مع بعض يدوب بالشكل الجميل ده، وهنحط كمان البيكنج باودر بتاعنا بالشكل ده كده، دي معلقه كبيره احنا قلنا بيكنج باودر، عشان دي ما فيهاش بيض فبنحط البيكنج باودر كتير شويه بالشكل ده، ودي رشه فانيليا، لو عايزين تحط 2 فانيليا مفيش مشكله. وهندوبهم كويس، وبعد كده اول ما دول يدوبوا كويس خالص كده بالشكل ده، وعندنا اللي هي معلقه الخل، يبقى كده ضمننا ان السكر وكله انسجم مع بعضيه والزيت بالشكل الجميل ده. وهنبدا شويه شويه بالدقيق بتاعنا، الدقيق ده منخول جاهز انا نخله بالشكل ده كده، شويه شويه لغايه ما نبدا نوصل بيه للدرجه دي كده. كده احنا حطينا الدقيق بتاعنا واحده واحده، اللي هو الدقيق المنخول بتاعنا بالشكل الجميل ده، وقعدنا نقلب عشان يطلع كله شايفين بالشكل الجميل ده الحلو ده. ليه انا حطيت هنا معلقه خل؟ في معلقه الخل بتساعد ان هو يخمر حلو مع البيكنج باودر، عشان ده من غير بيض فلازم نحتاج له حاجه زي كده، واللي حابب يخليها غامقه ممكن يحط معاها معلقه كاكاو، برده هتبقى شبه اللي هي الكيكه بالشوكولاته، تديكوا لون غامق بدل اللون الابيض ده، هتطلع حلوه خالص. دي طريقه جميله لو انتوا عاوزين تعملوها من غير اللبن بتاع اللي هو جوز الهند، ممكن تحطوا مكانه كوباية عصير برتقال مع بشرة البرتقال نفسها من بره، اللي هي القشرة تبشروها، تاخدوا مقدار برتقالية مبشورة من بره مع كوباية بدل اللبن اللي هو قلنا عليه دلوقتي بتاع جوز الهند، نحط مكانه برتقال، هيمشي برضو حاله. بس دي طريقة حلوة خالص هتجربوها هتعجبكم خالص. المرحلة التانية، أنا دهنت هنا الصينية بتاعتي بالزيت وحطيت شوية دي، خليتها لفت كلها كده بالشكل ده، المهم دي ما يقعدش جواها بس يلزق حوالين داير، فهاخدها زي ما هي كده بالشكل ده اهي. هسيبها في الفرن على درجة حرارة 180، او لو عندكم فرن غاز اللي هي ما فيهاش الوقت، يعني الفرن العادية زي اللي عندنا او عند اهلنا، يعني ممكن نحطها في الشبكة في النص لمدة نص ساعة، وما نفتحش عليها قبل نص ساعة في الشبكة اللي في النص، عشان لو فتحتوا عليها دي بتسقط. بالطريقه دي كده هسيبها نص ساعه، وبعدين هقول لكم ازاي بتعرفوا ان هي استوت. دي كده عدت عليها 30 دقيقه عشان تعرفوها ان هي استوت ولا لا. انت بتعملوا كده وتعملوا كده على ايكو، لو طلعت فيها لسه يعني الكريمه بتاعتها تعرفوا ان هي ما استوتش. هي كده استوت 100 100، هنسيبها تبرد خالص وبعدين نكمل مع حضراتكم. دي هنا لغايه ما الكيكه بتاعتنا تبرد، اللي هي الفتره بتاعت ان هي تبرد خالص، عندنا هنا نوع اللي هي الكريمة النباتي هنضربها هنا، بس الأول أنا سبتها شوية قريبة قبل ما أحطها على طول، سبتها 5 دقايق في الفريزر عشان تبقى ساقعة خالص. وبرده اللي هي الستلس دي برده نفس الطريقة، حطيتها في التلاجة العادية تبقى ساقعة. ده بيتضرب بمضرب البيض أو بالعجانة زي كده، اللي هي بتاعت المكنة اللي زي كده بالشكل ده، هنضربها لمدة 4 دقايق متواصلة، وبعدين نرجع لحضراتكم.
كده احنا عملنا كريم شانتيه بتاعنا النباتي بالشكل الجميل ده كده. انا هعمله لكم لونين دلوقتي كده. هناخد نصهم بالظبط كده او اقل شويه بالشكل ده كده. هنسيبه الابيض زي ما هو كده هنشكل بيه. وعندي هنا اللي هو الشربات بتاع الفراوله انا بعمله، ابقى في مره انزل لكم الفيديو بتاعه بالشكل ده كده بدل ما تحط الوان. وهنقلبه هيدينا اللون الاحمر في الكريمه ونشكل بيها زي كده. وهكمل معاكم لو لقيتوها فاتحه نديها كمان شويه صغيرين اهو ونقلبها، هتبقى لونها حلو خالص على التورته دي كده. التورته بتاعتنا نحط نبدا بيها على طول بعد ما برد، هنحط عليها الكريمه البيضاء الاول بالشكل ده كده. على فكره التورته دي هتطلع طريه شويه عشان دي طبعا ما فيهاش بيض ولا كده، معموله باللبن اللي هو بتاع جوز الهند. لو اتعملت بعصير برتقال هتطلع ناشفه عن كده شويه، هتقدروا تتحكموا فيها اكتر من كده. بس في حاجه عاوز اقول لكم عليها برضو، بالنسبه لان انتوا عاوزين تعملوها دورين دي ما بتتفتحش عشان دي مش اللي هي الاسفنجيه اللي هي فيها البيض وكده. ممكن تعملوا صينيتين، يعني تعملوا المقدار ده على مقدار اتنين وتعملوا طبقتين بيها، يعني ده كأنه وش والتاني الوش اللي بعديه عشان بتطلع طريه خالص. انا هشكلها، انا عندي هنا هشكلها بالحاجه اللي موجوده عندي، كل واحد الفاكهه اللي تعجبه. ده توت بري اسود والاسود بتاعه والاحمر والفراوله هشكلها بيها. وعندي طبعا انا اللون اللي قلت لكم عليه الكريمه اللي حطيت عليها الفراوله الاول هشكل بيها وارجع اكمل معاكم كده. انا عملتها كلها بالابيض على فكره، انا ما سقيتهاش اللي هو الشربات اللي دايما الناس بتسقي فيها عشان هي طريه مش مستاهله ان هي تاخد شربات. وقلت لكم لو عاوزين تعملوها طبقتين هتضطروا تعملوا اتنين تورته بالمكونات دي عشان تاخدوها اعلى من كده بكتير، بس هتبقى كتير خالص. بالطريقه دي هتطلع حلوه خالص. هكمل معاكم بنفس الطريقه دي، احنا هنكمل معاكم بنفس الطريقه دي كده. على فكره هتعجبكم خالص، بس جربوها حاجه حلوه خالص وما بتاخدش وقت كتير وبتطلع طعمها حلو خالص، وبالذات لما بتزين. طبعا التزيين ده حاجه ترجع لكم انتوا، كل واحد ورغبته في طريقه التزيين. انا حبيت اكملها معاكم للاخر بالشكل الجميل ده كده. ودي كمان احنا انا عندي هنا نزلت لكم الفيديو هنا قريب اللي هو بتاع الشوكولاته زي نبشرها وكده. دي شوكولاته ساده خالص، يعني شوكولاته صيامي بالشكل الجميل ده كده. نحطها هنا كده تبقى في النص، بتفرح طبعا لو في اولاد صغيرين بيفرحوا خالص. ودي الاشكال اللي انا نزلتها لكم في الفيديو قبل كده بالشكل الجميل ده كده، والنجمه الحلوه دي اهي تحطوها كده. طبعا التورتيه كامله زي ما هي كده، في اشكال انا بجيبها جاهزه بصراحه، وفي الاشكال اللي انا عاملها عندي هنا في المطبخ بتاعي ونزلت الفيديو بتاعها قبل كده بالطريقه دي اللي انا وريتها لكم بالشكل الجميل ده كده. وطبعا طريقه البشر دي انا وريتها لكم ازاي بنعملها. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما ننساش ان انتوا تعلقوا وتقولوا رايكم ايه. دي طريقه التورته الصيامي، مطبخكم مطبخ سامي سلامه. نشوفكم على خير، ومن في اللحظه دي انا بحب اقول ان كل لبنتي كل سنه وانت طيبه. روجينا حبيبتي كملت 5 سنين، ربنا يفرحكم جميعا. سلام سلام.